ماء الضباب الأسود. كانت ندى في خطر بسبب ما فعلته كاميليا ونرجس، فقررت فلا أن تستعمل قوى الزهرة السحرية. توقف الزمن بالنسبة للجميع ما عدا ياسمين التي تحركت نحو ندى. صدق ياسمين وإخلاصها لإنقاذ صديقتها كان أقوى من كل شيء، ولكن ما الذي سيحدث لياسمين وندى الآن؟ بما أن طيبة ياسمين تغلبت اليوم على قواي، قد أتمكن من تقوية قدراتي إذا رافقت ياسمين وقتا أطول. هذا رائع. بما أن ياسمين فتاة طيبة، أرجو أن تجعل كل أكثر طيبة بصحبتها. إنها زهرة. زهرة الذكريات. زهرة الذكريات؟ ترى لمن تكون هذه الزهرة؟ قوة الصداقة. قوة الصداقة؟ وما الذي يعنيه هذا؟ أنا غالباً لا أفهم ما تقولين. أنا متعبة، سأفكر في ذلك غداً، سأنام الآن. قوة الصداقة. الصداقة. لا يمكننا الاستمرار هكذا. ندى كانت ستتذكر ياسمين. صحيح. وما الذي سنفعله؟ سنفكر ملياً في الأمر. أيضاً صحيح. وبماذا نفكر؟ هل يجب أن أشرح لك كل شيء؟ يجب أن نفصل بين الفتاتين. صحيح. منك تحبين الثرثرة وتتكلمين دائماً دون تفكير. حسناً سأفكر، ولكن بماذا أفكر؟ لا. مزاجك جيد. أشعر أن ندى تذكرتني بعد ما حدث في الأمس. نعم، أعتقد هذا. لا أعتقد أن شيئا سيحدث الآن، ولكن سيتحسن الوضع. وأنا أتمنى ذلك، ولكن أشعر بالارتياب وعدم الارتياح. وماذا تعنين بالارتياب ولماذا؟ لا أعرف تماما لماذا، لكن أحس أن شيئا سيئا سيحدث، وأرجو أن أكون مخطئة. بالمناسبة لا يجب علي أن أشرح لك كل شيء. أرجوك ساعدينا سيدتي. أرجوك. كيف أساعدكما وأنا محبوسة هنا؟ ولما لا تستطيعين؟ لو عادت ندى وياسمين صديقتان فلن نستطيع. ابقى الجميع غيورات وسأبقى أنا ونرجس وحدنا. كفي عن النواح وتكلمي جيدا لأفهمك. دعيني أفكر. لا تقف هكذا، خذ ماء الضباب الأسود وانثراه في وجه ندى، وسيجعل عينيها باردتين كالثلج. يا لي من شريرة، أنا أخاف من نفسي. ندى، هل تناولت الغداء؟ ها؟ لا، ليس بعد. رائع، لنتناوله معا. شكرا، لست جائعة. أرجوك ندى، سوف نستمتع. رائع. تمهلا قليلا. جيد أنك هنا. للأسف ندى ستأكل معنا. انتبه إليها، لقد آذت ساقها في الأمس. انتبه أنت لساقك. تيتيكا، انعكاس. إنه بارد. ما هذا؟ ماذا حدث؟ ثم تخبط ما ندى. ماذا؟ أنا مشغولة، يجب أن أذهب. هناك شيء هام يجب أن تعرفيه. ما هو؟ هذا مؤسف. ياسمين، لما تغيرت ندى فجأة؟ لم تكن هكذا من قبل، كانت لطيفة قبل قليل. ما هو الأمر المهم؟ إنها معلومات سرية للغاية كما يقال. حقا؟ اكتشفنا من خرب عرض الموسيقى، إنها ياسمين. ماذا؟ نعم، قد تبدو لطيفة، لكن لا تدعي ذلك يخدعك، إنها كوحش بوجهين. هذا صحيح؟ بالتأكيد صحيح. إنها تحدق بك، يبدو أنها غاضبة منك كثيرا. ولما؟ كيف تفعلين هذا؟
تخيلت للحظة أن ندى عادت لطبيعتها كما كنا صغارا. أشعر بأنها ستعود لطبيعتها. هل ندى مهمة حقا رغم تحديقها بك بعينيها المخيفتين؟ نعم، إنها صديقتي المقربة. صديقتك المقربة؟ الصداقة ثروة لا يقدرها إلا من يملك صديقا حقيقيا. صديقا حقيقيا؟ ما قصدك؟ تذكرت، فلا أصدقاء في بلاد الأمنيات. هذا غير صحيح. بياض الثلج والأقزام السبعة كانوا أصدقاء، وسندريلا أنقذها أصدقاؤها الفئران. حقا؟ هذا يعني أنني كنت الوحيدة بلا أصدقاء. ماذا سأفعل؟ أريد صديقة مقربة مثلها. عندها أستطيع أن أقول أنا لدي ثروة. فلا، هذا ليس شيئا تحصلين عليه بطرفة عين. أنت لم تفهمي قصدها. ما الذي تفعلينه؟ أنت تقومين بتنظيف الغرفة؟ نعم، ساعديني لننتهي قبل عودة ندى. لم أفهم، وأنا أيضا. هيا فلا، سننتهي بسرعة إن تعاوننا. هنا أنا في قلبي أمنيات، أن الأحلام تتحقق في لحظات. فلا في الأمنيات، أنت الأميرة. شعور رائع، فعلا رائع. أنا مستغربة ياسمين، لما قمت بذلك دون إخبار ندى؟ لأني أعلم أنها ستكون سعيدة، وهذا يسعدني، وهذا السبب يكفي. حان الوقت لإعادة الابتسامة الجميلة لندى. وهل تهمك لهذه الدرجة؟ فلا، فلنلعب لعبة ممتعة. لعبة؟ نعم، فأنا أحب الألعاب. اللعبة تدعى المساعدة الخفية، تساعدين الناس في الخفاء. تختارين صديقة ما وتقومين بأي شيء لإسعادها. هذا الأمر ممتع. حقا، من الرائع أن نجعل الآخرين يبتسمون. هذا سهل جدا، فأنا ساعدت الكثير من الأميرات في بلاد الأمنيات. لكن المهم ألا تعرف الصديقة التي ساعدتها بذلك. إذا علمت ستنتهي اللعبة. لن تعلم أبدا. فلا، أيمكنك أن تكوني مساعدة ندى الخفية؟ ندى؟ ألا يوجد سوى ندى؟ أرجوك. حسنا، سأبذل جهدي. وصلت المساعدة الخفية، سأنظف الغرفة القذرة لتصبح غرفة لامعة. قذرة، إنها رائعة بالنسبة لغرفتك. هيا اذهب. حسنا. من أين سأبدأ؟ وجدتها. تيتي تات، تيتي تات، قوة الأمنيات تحولي إلى غابة. نرجس، كاميليا، تعاليا. إنها مخيفة. لما تحصل هذه الأشياء لي؟ ما هي المشكلة؟ لما تغضب من هديتي؟ وهل هذه هدية مناسبة؟ بالطبع، ولم لا؟ إن أردت إسعاد أحدهم يجب أن تقومي بما يعجبه هو، ولكنك تقومين بما يعجبك أنت. فكري في الآخرين. نعم، أنت محق. وما الذي تحبه؟ وكيف سأعرف هذا؟ لدي فكرة. يجب أن أعرفها أكثر وأعرف ما الذي يسعدها. تيتي تات، تيتي تات. يا إلهي، هل من الممكن أن أعرف ماذا تفعلين؟ سأدرس وضع ندى. ماذا؟ هيا لولو، سنتعرف أكثر على ندى. هيا.